أحيانا بيقابلنا مشاكل في الحساب البنكي. النهاردة معانا مشكلتين. مشكلة تعذر علينا إكمال هذا الإجراء، يرجى التواصل معنا ورقم الخطأ عند ربط الحساب البنكي ORBAIH 10، والخطأ التاني أو المشكلة التانية ORBAIH 12. إيه الفرق بين 10 و 12؟ لما باجي أربط الحساب البنكي لأول مرة ممكن يحصل لبعض الناس الخطأ ده اللي هو خطأ 12، ده لأول مرة بربط حساب بنكي. طيب ليه؟ لو أنا ربطت قبل كده وقبضت كمان قبل كده ممكن يحصل؟ آه ممكن يحصل الخطأ ده، إن هو يجي لي الرقم 10 ده بس أكون أنا قبضت. يعني هو بيقول لي دلوقتي، بيقول لي هنا تعذرت وتمام إصلاح الدفع ده، تم تحويل كحساب بنك أهو، قد يتم مش عارف إيه، تم رفض المعاملة. تم رفض المعاملة أو لما بدخل على الأدسنس بيقول لي هنا تتعذر عليك وعلينا معالجة تحويل الإلكتروني إلى الحساب المصرفي كذا، يرجى الاتصال بالمصرف. ده إيه؟ حساب قبض قبل كده وربط الحساب وتمام، والدفعة نفسها اترفضت، أو ما ربطش برضو، أو الحساب اتربط قبل كده وما قبضش ولكن الدفعة نفسها اترفضت، نفس الفكرة. تمام، هنا تعذرت معالجة الدفعة، يعني أنا خلاص الدفعة خرجت من أدسنس وراحت للبنك وما قبلهاش، أو حصل مشاكل ورجعت تاني أدسنس أو في طريقها للرجوع. لو ما رجعتش برضو بتكلم فريق الدعم، لو رجعت برضو هتعمل نفس اللي احنا هنقول عليه ده. تمام، عندنا هنا الخطأ اهو، ده حل الخطأ ده ايه اللي هو ORBAIH 10. تمام، وحل الخطأ اللي هو ORBAIH 12 نفس الحكاية. الخطأ ده ملوش حل إلا لما تروح تكلم فريق الدعم، وكمان فريق الدعم العادي ده هيحولها لفريق الدعم الداخلي عنده. تمام، طيب هنكلم فريق الدعم منين؟ أنا على لوحة البيانات من كروم، من هنا، وبقف على إيه؟ علامة الدردشة إيه؟ للقنوات المفعلة. طبعا اللي بيربط حساب بنكي يبقى قناة مفعلة. تمام، دي ايه؟ علامة الدردشة، بس لها مواعيد. يعني انا بالنسبة للغة العربية، يعني انا هنا لغة الدردشة حاليا موقوفة. لو انا روحت كده على المزيد من المعلومات بيقول لي الدردشة باللغة العربية من الاثنين الى الجمعة الساعة 1 فجرا حتى الساعة 10 بتوقيت المحيط الهاد. ممكن حضرتك تغير اللغة في جهازك بس هتحتاج لترجمة. لو روحنا للدردشة اللغة الإنجليزية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، فأي وقت هتكلمهم ده باللغة الإنجليزية لو أنت واقف على الموضوع ده. نفس الحكاية نقول من التليفون مثلا، نفس الحكاية من التليفون اهو، دي الأيقونة اللي كنا سايبينها للوحة البيانات بتاعتنا. تمام، نفس الموضوع بالظبط ونفس المكان. الأيقونة برضو هيظهر لك حالا في علامة الآي، لو ظهر لك كده بنضغط تحت على الكتابة اللي تحت دي، عمل الأيقونة للتثبيت ده هسيبها لك في علامة الآي. تمام، هتظهر لك، هضغط على المتابعة للاستوديو الإلكتروني، هيدخلنا على نفس الصفحة اللي أنا كنت عليها على الكمبيوتر اللي هي لوحة بيانات قناتي. تمام، تمام، نفس الصفحة اهي ونفس العلامة هنا اهي فوق اهي. تمام كده، اكبر لكم، نفس من التليفون برضو نفس الفكرة اهو، اهي العلامة ظهرت فوق اهي اهي. تمام، نفس العلامة من ان انا اكلم فريق الدعم منين. تمام كده، هكلم فريق الدعم ولازم هقول له على المشكلة، هيطلب منك في البداية وتكون مجهز سكرينة، لنفس المشكلة اللي عندك. هتجيب السكرينة نهاية الحوار، هو هيقول لك ايه؟ ما يقول لك اصبر معايا 5 دقايق، هتقول له تمام ومش عارف ايه، هتقعد بعد ال5 دقايق يقول لك لقد احللت طلبك، احلت طلبك الى فريقنا الداخلي لمراجعه الحساب ومحاوله ازاله الخطا الذي تواجهه عندما تحاول اضافه طريق حساب ايه ادسنس المتوقع. المهم
لفريق الدعم الداخلي تمام، وفي النهايه يقول لك هل يوصلك على الايميل بتاعك، لو في اي حاجه مطلوبه منك هيبعت لك رابط تملاه تمام، لو مفيش حاجه هو هيحلها من عنده. يعني هنا بعدها على طول جت الرساله تاني يوم تقريبا، شكرا لانتظارك وصبرك معنا، لقد تلقيت محل ان اقدم لك، يسعدني ان اخبرك اننا قد حللنا المشكله، يرجى محاولة بعد 24 ساعه تقدر، بس عادي اما تصبر شويه مفيش فيها ادنى مشكله. نفس المشكله الثانيه برضو اللي هي كانت عندي في اللي هي العشرة تمام، نفس المشكله برضو اللي هي العشرة اهو، لو جينا هنا هتلاقي بعد كده برضو نفس الحكايه بعد ما تواصلنا معاه، اتمنى ان تكون بخير تمام، لدينا اخبار ساره لقد حللنا المشكله، يرجى اضافه طريقه الدفع الجديده امتى؟ بعد 48 ساعه ان شاء الله. هسيب لك برضو في النهايه ازاي تضيف طريقه الدفع او الحساب البنكي بطريقه صحيحه وباقل نسبه خصم، هيظهر لك حالا في شاشه النهايه تمام كده. يبقى احنا كده خلصنا، وده نهايه البتاع، تم تعديل ده الرساله اللي جت تمام هنا، لقد تم تعديل طريقه الدفع، تم تعديل طريقه الدفع، يعني انا خلاص ضفت حساب هنا بنك جديد بالطريقه اللي برضو اللي هتظهر لك في شاشه النهايه هنا. وبعد كده بعدها بيوم تقريبا لقد ارسلنا الدفعه خرجت خلاص من عندهم والحساب كده اشتغل خلاص تمام. قال لي هنا برضو مراجعه الدفعه، لقد ارسلنا دفعه من ارباح كذا، ده هو كل الموضوع، ده الحل، لازم تعمل كده تمام. اي سؤال في اي موضوع تحت امر الجميع، سيب تعليق بسؤالك ان شاء الله ارد عليك سواء بفيديو او في حلقات البث المباشر اليوميه، او ارد عليك في التعليقات لو الموضوع بسيط. تحت امر الجميع، في امان الله، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.